فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول: صاحب العمل الذي هو كفيل لي لا يسمح لي بالذهاب إلى صلاة الجمعة، فهل أكون معذورا بذلك؟ لا، ليس له الحق أنه يمنع الأجير من صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، هذا مستثنى، ما له حق فيه يمنع، فاذهب إلى صلاة الجمعة واذهب إلى صلاة الجماعة، إلا إذا كان يترتب على ذهابك ضياع المال، أنت حارس حقوق تحرس المال، فصل في مكان للحراسة. أما أنه بيمنعك بيك تشتغل، لا، ما في شغل وقت الصلاة، وقت الصلاة ما في شغل. نعم.